بل الأكتر من كده بقى يا أستاذ نزار، أنا قريت لآباء الكنيسة، لإغناطيوس الأنطاكي والترتليانوس والأوريجانوس، قالوا بالحرف الكلام ده، قالوا لو ناخد بالنا لنص الكلام بالحرف، قالوا لما نيجي الآية 15 والمتكلم هو الرب في النص، يقول يقيم لك الرب إلهك، هنا الكلام من الرب لموسى، نبيا من وسطك من إخواتك مثلي. فلقيت أوريجانوس وأغناطيوس الأنطاقي على أساس مثل تعود على الله على الرب، لقيته بيقول لنا خدوا بالكم أن هذه الآية تؤكد على ألوهية الرب يسوع. ليه؟ لأن الرب بنفسه هو اللي بيتكلم وبيقول نبيا مثلي. من مثل الرب؟ من مثل الرب؟ في العبري كموني بتعني مثلي أو شبهي. تخيل بقى كده، تخيل لما يقول له مثلي، الأمر يعود على الرب، على الرب نبيا مثلي، لأن المسيح كان إله كامل وإنسان كامل. لكن في آية 18 عشان يكون منصفين، آية 18 إنه بيتكلم عن يعني شبه موسى بالضبط. وهنا الروعة في آية 18، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. فبيخاطبوا مرتين، يقولوا نبيا مثلي، والمرة الثانية في 18 مثلك. مين اللي مثل الرب ومثل موسى؟ مفيش إلا واحد بس، هو شخص الرب يسوع المسيح.